المرارة والتهابات المرارة أكثر سؤال شائع. شنو المرارة؟ المرارة عبارة عن كيس موجود في الكبد يخزن فيه العصارة الصفراوية، عادة تتكون فيها حصوات نتيجة لنزول الوزن والأغلبية في النساء، أو بسبب زيادة الولادات وتغير هرمونات صعود وزن نزول وزن يتم تكوين فيها حصوات. هل كل التهاب في المرارة يحتاج إزالة؟ نعم. هل كل حصوة في المرارة تحتاج إزالة؟ لا. إذا كان في حصوة تم اكتشافها صدفة دون أي أعراض أو أي آلام لا داعي للإزالة، إلا إذا كانت الحصوة أكثر من 2 سنتي. لكن لو كانت حصوة واحدة صغيرة وسببت آلام، نعم تحتاج إلى إزالتها. هل في طرق أخرى غير الجراحة؟ لا أبدا. ما هي الأعراض اللي يشتكي منها المريض؟ يشتكي من آلام في الجزء الأعلى من البطن والجزء الأيمن مع لوعة وترجيع، عادة ما بعد أكل دسم الدهون يكون فيها نتيجة انقباضات المرارة. العملية عن طريق الفتح؟ لا، مناظير، فتحات صغيرة لا تتعدى النص سنتي، تعتبر من عمليات اليوم الواحد. المريض بعد العملية مباشرة يقدر يأكل ويشرب ويمارس حياته الطبيعية ويطلع من المستشفى.